هذا وأشارت الدكتورة جميلة السلمان استشارية الأمراض المعدية والأمراض الباطنية بمجمع السلمانية الطبي أن الوضع الصحي للحالات القائمة في الحجر الصحي جميعها مستقرة ومطمئنة. بالنسبة للوضع الصحي للحالات القائمة المتواجدة في مراكز العسل ومراكز الحجر الصحي في مملكة البحرين، تقريبا عدد الحالات الموجودة عددها 183 حالة، تنقسم إلى جزئين، جزء في مراكز العزل الطبي الموجودة عندنا وجزء في الحجر الصحي. الموجودين في الحالات الموجبة في الحجر الصحي هي الحالات الموجبة واللي لا توجد لديها أعراض والتي لا توجد لديها أي نوع من عوامل الخطورة أو المخاطرة. ومهم جدا طبعا احنا كررناها يمكن في هذا المؤتمر الصحفي أو المؤتمر الصحفي السابق، هذه عوامل المخاطرة، الكبر في السن، احنا نتكلم على ما فوق 70 أو ما فوق 80 أو ما فوق 60 تبدأ شوي درجة الخطورة تزيد على حسب الدراسات الموجودة العالمية اللي طلعت إلى وقتنا إلى يومنا الحالي. بالنسبة لعوامل الخطورة الأخرى هي ارتفاع ضغط الدم، السكري خصوصا إذا كان مو منظم، بالنسبة إلى وجود مرض في الكلى المزمن، في القلب المزمن، ضعف عضلة القلب، والحالات اللي في مناعة فيها قصور في المناعة بغض النظر عن مسبباتها. هذه الحالات ما نخليها في الحجر الصحي، هذه الحالات لازم تكون في موجودة في إحدى المستشفيات أو مراكز العزل. بالنسبة للحالات الموجودة في الحجر الصحي حاب أطمنكم جميعهم لا توجد عندهم أعراض، نتابع حالتهم بطريقة يومية للتأكد إن ما في أحد تطلع عليه أي نوع من الأعراض، ونتابع حتى نتائجهم المختبرية إنهم ظلوا يكونوا موجب، وبعدين نعيدهم بنفس الطريقة اللي تكلمنا عنها سابقة تفضل بها دكتور مناف، إن تعاد لهم على فترات متباعدة تتحول إلى سالبة على مرتين بطريقة مرتين في اليوم بعينتين لمدة يومين، وبعدين نحدد هل تحتاج إنه ممكن يروح البيت أو ممكن يضل في العزل لمدة أطول، ونتابعهم أيضا إلى مدة 4 أسابيع بعد خروجهم من المستشفى على أساس نتأكد من سلامتهم وسلامة مخالطتهم لعوائلهم ولأسرهم.